تشارك الجمعية المغربية للكتب بالمغرب هذا الدورة 25 للمعرض الدولي للكتاب في نسخته 25 لأول مرة ببرنامج مكتف لأنه الجمعية كجمعية مهنية تهتم بالكتاب والثقافة عندها مشاريع كثيرة وبرامج مختلفة منها الثقافية ومنها الاجتماعية ومنها من جملة هذه المشاريع الجمعية هذا المعرض الدولي للكتاب في نسخة 25 واحد برنامج حافل فيه توقيعات للكتاب وللشعراء وفيه ندوات ومحاضرات وفي حفل تكريم غادي يحضر الجمعية بتكريم الناشئة مريم أجنون الحائزة على بطلة القراءة العربية لهذه السنة في حفل تكريم إن شاء الله بالمعرض كما أن للجمعية أهداف كثيرة منها الدفاع عن حقوق الكتابيين المشروعة لأنه الكتاب بدأ يعرف أخيرا بعد التراجع في المبيعات نظرا للولوج بعد المواقع الاجتماعية كالكتاب الرقمي إلى آخره والجمعية في هذا المعرض أسست لواحد صداقة أخوية بينها وبين الناشرين لأنه سبق للجمعية أن عقدت عدة لقاءات مع الناشرين ومع لجنة التعليم الخصوصي كرابطة التعليم الخصوصي واتحاد التعليم الخصوصي عدة لقاءات وعدة لقاءات حضرها بعض الممثلين على الوزراء بالرباط وبغرفة التجارة والصناعة بالبيضاء وكان للجمعية وعي كبير على الساحة التعريف بالكتاب وبالثقافة في المغرب إن شاء الله. شكرا لجديد الأصوات على هذه البادرة الطيبة للتعريف بالثقافة والكتاب ببلادنا وبإعطاء صورة للمعرض الدولي الذي عرف نجاحا مبهرا هذه السنة. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.